السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده أنا عامله للإجابة على الأسئلة المتكررة اللي بتجيني حوالين كيف أحصل على كتاب أساليب جان، هل في شرح للكتاب ولا لأ، هل في إصدارات أخرى للكتاب وإزاي ممكن أحصل عليها لو موجودة، وأخيرا الأسئلة اللي جاتني حوالين كتاب التداول بالعلاقات النسبية. فيما يخص ازاي تحصل على الكتاب، مع وصف هذا الفيديو تحت او فوق هتلاقي كل الكونتاكت اللي ممكن تتصل بيها علشان يوصلوا الكتاب لغاية عندك. ممكن تتكلم معهم حوالين خيارات الشحن وما الى ذلك، سواء كنت داخل مصر او خارج مصر. الامر الثاني، هل في شرح الكتاب؟ ده الحاجة اللي احنا اقترحناها في لقائنا السابق على التليجرام، ان احنا ابتداء من الشهر الجاي هيكون في شرح لكتاب اساليب جان. عملنا جدول للكلام دوت، تابعنا على قناتي على التليجرام علشان تحصل على اي تفاصيل اخرى واي معلومات اخرى بخصوص شرح الكتاب. فيما يخص هل في نسخ تانية من الكتاب ولا لا، او اصدارات تانية، الكتاب صدر بثلاث اصدارات حقيقة. الإصدار الأول كان اللي هو الغلاف الأسود، والإصدار الثاني كان الغلاف الأصفر، والإصدار الأخير وهو الغلاف البني أو الدارك. في ناس بتعتقد أو عندها إحساس إن في معلومات موجودة في بعض الإصدارات مش موجودة في الأخرى. خلونا تابعونا على مع بعض، خلونا مع بعض على قناتي على التليجرام، هنغطي كل الأمور اللي ممكن تكون وقعت وزيادة كمان. أخيرا ما يخص كتاب التداول بالعلاقات النسبية، الكتاب أنا اتكلمت عنه في أحد مقالاتي قبل كده يمكن مرة أو مرتين. الكتاب لن يصدر بشكله ككتاب حقيقي، الكتاب هيصدر بشكل إلكتروني ومع شرح. حقيقة أنا خلصت الكتاب من حوالي سنة، ودلوقتي شغال على شرحه وبعض الفيديوهات، فهيصدر على شكل كورس مع كتاب شيء شامل إلى حد كبير. إمتى هيصدر؟ إحنا الحقيقة شغالين عليه، فقط تابعونا على قناتنا على التليجرام هتلاقوا الأمور الجديدة كلها بنطرحها أول بأول. ده كان كل شيء، أترككم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.